صباح الخير مشاهدينا، مكملين معكم بأم تي في ألايف. وصار وقت فقرة ميد ان لبنان، هالفقرة اللي في كتير أشخاص بينطروها ليشوفوا شو في برودكتس جداد لبنانية، شو عم يطلع معنا قصص جديدة، عم نتعرف على ضيوف جداد، وكل سبت عنا برودكت جديد نحكي عنه. اليوم رح نحكي شوي أكسسوريز، رح نطلع شوي عن الأكل والمونة والصابون. اليوم رح نحكي أكسسوريز، رح نتعرف على يارا مزهر اللي رح تخبرنا على بيرسو اللي هي هالبراند الحلوة المعمولة من الفولاذر اللي فيها قصة كتير حلوة رح نتعرف عليها اليوم. هاي يارا. هلو طامر، كيفك؟ جود، ماشي الحال؟ شو الأخبار اليوم؟ مرتاحة؟ مبسوطة؟ ماشي الحال؟ كل يس منيح. مبسوطة معك اليوم. معنا كتير أغراض على الاستوديو، جايبت لنا قصص كتير حلوة. مثل ما سبق وقلت، اليوم رح نحكي أكسسوريز، هالبراند بيرسو اللي هي معمولة من الفولاذر اللي أنت رح تخبريني عنها أكيد، وتنشوف شوي شو عم تعملي، شو هن هالأغراض الكتار اللي عم تعمليهم الكتير حلوين. فخبرينا يارا شو هن؟ اوكي، بيرسو نحن وي يوز ذا فيجن ليذر، اكيد نحن وي ار اجينست اني سورت اوف انيمال كروالتي، اكيد. وانا بشجعك كثير، واكيد الكل بيعرفني انه انا مع هذا الموضوع، بما انه كمان عم بقدم فقره بيتس، فانا وكل شيء خاصه بالحيوانات الانيمال كروالتي نحن ضده. yes. فاكيد انا كثير مبسوطه بالبراند اللي عم تعمليه. نحن كمان عندنا كذا نوع برودكت، عنا اشياء صغيره وعنا اشياء اكبر، مثلا في عنا ايربود كيس. هلا رح نرجع نفوت عليهم، بس قبل ما تخبريني شو في ايربود كيس، كيف طلعتي بالفكره وامتين بلشتي وانت ومين عم تشتغلي؟ لان انا بعرف انه انت مش لحالك. yes. في حدا عم بيساعدك كمان اللي هي اختك. انا واختي ورفيقتي غنوة. اوكي. هي بلشت الخبريه انه على نويل كان بدي اجيب كادو نويل لحدا. وانا كثير بحب الجيفت جيبهم يكونوا بيرسونال، ما يكونوا هيك حيلا شيء اشتريه وابعته. فالشخص بحب يقرا كتب، فعملت ريسيرش انه شو معقول جيبه هيك، وهن قدامك البوك ماركس. عملت ريسيرش بلبنان، صرت شوف مين بيشتغل بالليذر، مين عنده جود كواليتي وهيك، لقيت حدا ببيروت الاتليه عمل لي بوك مارك نيفي وقتها، وقال لي انه وي كان بوت ذا انيشلز. فحطيت انيشلز، عطيت الكادو، صاروا كل اصحابي انه يي ليش ما بتعملي غير اشياء، نحن بدنا، صار كلهم بدهم. فعملنا ريسيرش كمان وصرنا نشوف شو هن الايتمز المعقول يبيعوا اكثر شيء، المعقول يستعملون افري داي، وصلنا 1 year والحمد لله يعني ماشي الحال، وكثير عالم بيشتروا من عنا واسبشلي جيفتس. ليك الغراض كثير حلوين، وهلا رح تفرجي المشاهدين شغله لنفرجيهم قد ايه في قصص حلوه، قد ايه خرج جيفتس وخرج نحن ناخذهم لحالنا. yes. قد ايه يوسفل، يعني قد ايه الغراض اللي عم تعملون نحن بحاجه لهم اون ديلي بيسز، يعني لايامنا اليوميه. وعم بحس العالم كمان عم سبق وقلنا انه عم بيحبوا الاشياء البيرسونالايز، يعني بحبوا انه وقت واحد يجي جيفت يشوف اسمه الانيشلز، انه هذا الجيفت مش مثل ما قلت انه حلو واحد تحس انه فكر ليجيب الكادو، مش انه جاب حيلا كادو عطايه للشخص. فاكيد بينبسط زياده وقت اشوف انه في انيشلز، شيء بيرسونالايز، شيء واحد مفكر انه يعمله. مثل ما قلت مش ضروري بس يكون جيفت، فيكون لنا، لانه اللي رح ياخذ غرض من عندك يارا رح يضل عم يشتري كل شيء، يعني ما فيك تاخذي غرض، رح تعلقي وتحسي انه بدك تكملي الكولكشن. فهلا رح نبلش نشوف شوي عن شو عم نحكي، بشو بدك نبلش؟ الوان الليذر باي ذا واي كثير حلوين، يعني الالوان اللي بتشوفيهم هيك حلوين، في شتوي بتحسي، في الوان صيفيه. بدك انا بلش من عندي؟ yes. بما انه حكيت عن البوك ماركس رح بلش هذا الفيرست ايتم. هذا الفيرست ايتم، اول بيبي طلع على بيرسو. شو يعني بيرسو؟ بيرسونلايزد، اتس شورت فور بيرسونلايزد. اوكي، يعني انتو كل شيء بيرسونلايزد. هيدا هول البوك ماركس للاشخاص اللي بعدهم بحبوا يقروا، واكيد نحن على طول بنشجع على العالم انه نضل نقرا ويضل في كتب. كثير حلو هيدا اللون على فكره، عنا نحن الشتوي والصيفي مثل ما بنلاحظ انه الجلد، ولكن الجلد هو فول ليذر بس بتعقد الكواليتي تبعه. yes. كثير حلوه الكواليتي، وفي الانيشلز بنحطهم شو ما هن، فينا نحط الاسم مثل ما محاطين هون ساره، فينا نحط الاسم والعائله بس مش ضروري الاسم كامل. مزبوط. فهول للاشخاص اللي بعدهم عم يقروا واللي حابين يرجعوا يقروا. اوكي، شو رح نكمل؟ انا كثير عجبيني الايربود كيسز، فكرة كتير مهضومة لأنه الايربودز أكتر شيء بيضيع معنا، هو اللي بيتعلقوا كمان بالجينز، بيتعلقوا بالجينز مع الانيشلز، يعني ممنوع حدا يقدر ياخذهم، إذا أخذهم دغري بتقشطيهم إنه هو إلي. والايربود كيسز اليوم كتير بينعازوا لأنه بيضيعوا، بتحسي بالجزدان إذا حطيتيه بيضيع بين الأغراض، على طول بيضايع الايربودز. سو بتحطيهم بالكيس تبعولك مع الانيشلز أكيد، وكل الألوان. والحلو بغراضك يا يارا إنه فيك تلبقيهم، هلا رح نشوف كمان كيف بدنا. يس، عاملين سيتس. اوكي، هولي للايربودز. شو كمان في؟ هولي للعوينات،
صح؟ يس، كرمال ما حدا يضيع عويناته. ما بدنا شيء يضيع بقى، خلص هالايام ما فينا نضيع كثير. اوكي، هول بيتعلقوا بالرقبه وكمان بينحطوا العوينات. جبت عوينات معك لنحطهم؟ لا. اوكي، الفكره هي منها انه بنحط العوينات هون بيتسكروا مع الانيشلز وبينحطوا بالرقبه. يس، كمان فكره كثير حلوه والالوان كثير حلوين، وفيكم تعملوا اني كولر صح؟ مزبوط. يا رب مين عم بيطلع بالديزاينز؟ التيم كله، انت واختي ورفيقتكم. يس، بنعمل ريسيرش وبننقي الكولرز بيست على البست سيلينج، شو عم بحبوا العالم اكثر شيء. عم يجيكم اكيد بوزيتيف فيدباك. يس، وبنشوف شو الاشياء الدارجه اكيد الالوان يعني. عم كمان في كولكشن صيفيه وكولكشن شتويه. يس، وعنا اياها هون كمان. اوكي، كل شيء الالوان الغامقه، البوردو، الهافان الغامق، الكحل الغامق، هول كلهم شتوي. رح شوف هلا هون هول الصيف. اوكي، هول في عندك كمان للسفر منيح هول. هيدا فرجيهم، هيدا بيتعلق مثل ساك صغير بنحط فيه ماشي مصاري تليفون وبنحطه كروس باك كرمال ما يضيع. وهذا بتعلق فيه الايربود كيس كمان. أوكي، وعاملين الايربود كيس من الوانهم اللي بده ياخذهم سوا. فهيدي الايربود كيس ليتس سي، وهيدا الشيء بتعلقوا هون. يس، صح، بتعلقوا هيك وهيك ما بيضيع شيء، وكثير حلوين، وعن جد للجفتس كثير حلوين. حتى عم نشوف انه الالوان هول شوي الوان صيفيه، عامله الاورنج واليالو، هول الالوان الصيفيه للي بحب. حلوين كثير يارا الاغراض عن جد، وراح نكمل في كثير اغراض. هول كارد هولدرز، كارد هولدرز كمان مع هول كمان كثير بياخذوهم كابلز، لانه they are for the men and for the women. يونيسكس يعني. يس، وفي عندك الكروكو وعندك العاده، واكيد في كثير الوان وشو ما بدنا فينا نكتب عليهم. حتى فيك تلبقيهم مع السمول والت، يعني اذا بدنا نقول هيدي وهيدي. هولي حلوين، هولي كثير وايدي والكارد هولدر، وكمان فيك تحطي الانشل عليهم. كثير حلوين والفكره كثير حلوه، واهم شيء انه عم يتصنعوا عنا بلبنان. يس، وعم يكونوا كل العالم انه بتكونوا انتم عم تشتغلوا فكره جديده وانتم يونغ، وعالم انه حدا بالاتيليه اللي عم يشتغلكم، فبتحس انه انتم تيم عم تعملوا شيء حلو. مش ضروري انه نضل ناخذ اشياء من برا ونضل أكيد نشتري من برا، فينا نحن نعمل اشياء كثير حلوه عنا بلبنان. الوالتس اليوم للاشخاص اللي بحبوا بعضهم الوالت الكبيره، في كثير اشخاص بحبوا والتس كبار كمان، وعم تعملوا والتس كبار، عم بيقطعوا الصور اللي بفرجوا اللي كنا عم نحكي عنهم، الايربود هولدر وهول تبع الكتب، كثير حلوين. بسنه قد ايه حسيتي انه صار عندكم اكسبيرينس اكثر؟ يعني حسيتوا انه تقدمتوا بسنه، صرتي تعرفي تلبقي اكثر، ولا حسيتوا حالكم من اول مقلعين؟ لا، بسنه تعلمنا كثير، واول شيء اكيد عملنا شويه اغلاط وتعلمنا من اغلاطنا، وصرنا نعرف نعمل كواليتي كنترول اكثر على الايتيمز. ما نعمل ولا غلطه، زبونات كلهم ما حدا على طول بوزيتيف فيدباك، انه الحمد لله ما اجى ولا كومبلينت. ونحن عرفنا كيف انه نتعلم من وقت ما بلشنا، وهلا صرنا اكيد احسن واحسن. اوكي، رح نشوف كمان هلا الولد الصغيره، هو الولد الكبيره اكشلي مش الصغيره. هذا نزلناها على مادرز داي لانه اجانا شويه ريماركس جاي لقلك انه هلا كلنا عم نحمل لبناني وبيك كوانتيتيز وهيك، فنزلنا هيدا لمادرز داي. اوكي، مثل ما قلنا انه كمان الامات والاشخاص اللي يعني في اشخاص بعدها بتحب الولد الكبيره. مزبوط، وهيدي الولد بتساع اللبناني كله. يس، كبيره وبتساع، وفيها كمان محلات للكاردز، وفيها صحابه من هون، وفي كثير الوان فينا ننقي منها ونحط شو ما بدنا، اسامي شو ما بدنا انيشلز. غير الولد عندنا هيدا شو؟ هيدا لللابتوب. لابتوب هولدر، فيكون اسود مات، فيكون كروكو، فيكون كل شيء. عم باخذ عنك انا كان انا عم بعمله. هيدا كثير عم بياخذوه لناس بالشغل مثلا. ايه، لمديرهم او هيك، عم بيكون جيفت كثير بوزيتيف فيدباك، كثير عم ينبسطوا فيه. والحلو انه فيك تعملي ميكس اند ماتش، يعني كل شيء فيك تلبقي له. يعني اذا اليوم حدا بيقول ايه بس انه هيدا مش انف، على بالي بعد كبر الكادو، دائما في شيء يكون معه بيقدر يكبر الشخص الكادو. اوكي، فرجينا شيء من حدك انت. وفي عندنا كمان منز وولت. اوكي، مش بس فكرنا بالبنات كمان فكرنا بالصبيان. So هيك it's for men. سوري بتفتح من هون. اوكي، هذا بس اللي معه دولار بيقدر يسمع منها يا رب. ما فكرت كثير باللبناني. هلا عم نشوف كيف بدنا نكبرها للمان كمان. اوكي، عندنا هول السكات، هول كانوا انيشلي للوينتر كولكشن، فعملناهم الوان غامقه مبينين هون، والاسود
حلوين كثير كثير الباجز. كمان على الباك فيك تلبقي لها ولت صغيره، كل وحده عندها ولت تلبق لها، وكل وحده عندها كارد هولدر تلبق لها. يس كثير حلوين، كثير كثير حلوين. واكيد واحد بينبسط انه عم ياخذ كادو بدقه، من اول شيء بينبسط انه اخذ كادو، ثاني شيء عرفت انه الاسعار كثير افوردبل. yes. يعني ان الاسعار ما انهم كثير غاليين لكل الاشخاص اللي قادرين نقدر تو افورد حق الهيدا. بيرسونلايزد، حلوين، ترندي، عم شجع صناعه وطنيه، يعني الغراض بعقده. في الباتش كمان تبع الميك اب، هيدا البلو yes. لحدك هول للميك اب كمان. الحلو فيهم انه كثير بيساعوا. اوكي فرجيني اياها يعني من جوا، لانه اليوم نحن البنات ما بتخلص معنا بقلم حمراء، ما بتخلص معنا بدنا نحط قصص. اوكي وهيدا من جوا، حتى شاغلين الكواليتي من جوا، يعني بتحسي انه من جوا من برا الدرزات كله بيرفكت بعقد. جايال اذا في جايال في عندي كون باتش ريدي لك. اوكي هول الباجز اللي انت حتى واحد منهم. يس هول الجداد، هول عملناهم باستيل كولرز، بلشناهم هلا على الصيفيه. سو في عنا البلو، البلاك دائما بنعمله لانه اتس ذا بيست سيلر دائما. اكيد في عنا المنت، عنا البيبي بينك اذا مبين. البيبي بينك كثير حلو، وعنا هيدا المنت، هيدا المنت، وفي عنا بلو. سو هول الكولرز كثير جابوا سكسس يعني. اكيد لونهم كثير حلو لانه، وكمان هول نفس الشيء بيلبقوا مع هول الوالتس الكبار اللي كنت عم تفرجينا اياهم، كمان سيم اللي بده ياخذهم مثل كومبينيشن بيقدر ياخذهم. ليكي يا رو، في كمان هول الكلتشز الصغار انا شفتهم كثير حلوين. يس كمان كثير مهضومين، هيك اذا واحد ظاهر ما بده يحمل شيء كثير كبير بتحطيه هيك بايدك يمكن وبتمشي. واللون الابيض كثير حلو، ما بعرف اذا مبين، وفي كثير الوان، كثير كثير الوان. الالوان عن جد اندلس، عندك من كل شيء، من اغمق شيد لاكبر شيد، من الاسود نوصل للالوان الفاتحه، لانه كلهم باعوا، ما في لون ما باع، فاضطريت اكيد اكيد لانه اليوم كمان بدك ترضي كل الاذواق. yes. والاشخاص اليوم يعني بتحسي انه كل حدا بيحب شيء، واذا بدك تضلك اب اند جوينج وعلى طول على الترند بدك ترضي كل الاذواق. اكيد للاشخاص اللي بيحبوا السفر كثير، اليوم صار دارج كمان الباسبورت هولدر. يس فهلا كمان مش مجبورين نروح ندفع حق براندات لناخذ باسبورت هولدر، فينا ناخذ هيدا الشيء كمان. فرجينا اياهم. اكيد اوكي كمان وي هاف كذا لون، فرجينا اياه من جوا يارا لنشوف من جوا. هو يس بهد الباسبورت على القد، على القد عاملينه. واذا حدا بحب يحط شيء كمان مثلا مصاري او التيكت او شيء بتساع هون. اوكي منه ضيق او شيء. اوكي كثير حلوين، وكمان الالوان كثير حلوين. فرجيني بس، خليني بدي ارجع اشوفهم هولي، انا شوي حبيتهم لانه الباسبورت هولدر اليوم كمان انه شيء صار اكسسوري بتلاقيه مع الكل. كمان مثل ما قلنا سبق وقلنا من لبقهم كلهم مع بعضهم، يعني واحد بيقدر يلبق كل شيء، الوالت مع ال هولي ست. ايه عادة العالم بياخذوهم ست اصلا، ما بياخذوا جاست وان ايتم، هيدا ست مثلا بيلبقوا كذا شيء مع بعض، كارت هولدر، الوالت الصغيره. وهذه الوالت للسفر منيحه، يعني yes. ما بتكوني عم تحملي شيء كثير كبير لانه بتساع الكروتي وبتساع شويه كاش كمان وشويه مصاري كمان. كنت جيبي لها اياهم معبيين. وعندنا شيء كثير حلو اللي هن الكيتشين، الكيتشين اللي ما بتخلص، اللي على طول بنعوزها، اللي على طول بدنا اياها، وكثير حلوين وعليهم كمان الانيشلز، كثير حلوين از جيفت. ليكي كيف عم لبقهم، هيدي نزلت على فالنتاينز كمان الكيتشين، لانه شفنا كثير ناس بحبوا يجيبوا ماتشينج ستاف از كابل، فنزلنا لهم الكيتشين النورمال ليذر وان كروكو، صار كل واحد شو بحب هو بيجيب. اوكي قديش عم ياخذوا وقت؟ يعني اليوم اذا حدا هلا اكيد في كثير من المشاهدين عم يحضروا عندهم اعياد وعبالهم ياخذوا جيفتس وعبالهم يسالوك، قد ايه بدهم وقت؟ انا بفضل قبل بخمس ايام يطلبوا تيكون واصل لعندهم مع الدليفري. نحن بنبعت اول اوفر لبنان، اوكي بنوصل لوين ما كان، بس بفضل انه قبل بخمس ايام بس نلحق نبعت للاتيليه، الاتيليه يخلصهم تشيك عليهم انه ما في ولا غلطه ريدي تو جو، نبعتهم مع وكلنا. واللي منه بلبنان بيقدر ياخذ كمان؟ yes, عم تعمل شيبينج، عم تاخذ نعمل شيبينج وورلد وايد مع دي اتش ال. هلا كارنتلي عم ناخذ الاوردرز فيا دي ام اور بيج على انستغرام. بس عم نشتغل على الويب سايت وحيخلص فيري سون. اوكي في شوف شو في بالكيس، لانه هذا الكيس ناطر yes. معنا له كثير زمان. هيدا سمول جيفت، فرجونا تتشوفوا كيف بيكون الجيفت، لانه انا هلا حبوا انه اوكي ليكوا شو حلوين. واو شو حلوين هول الانيشال لسه بقولي بي اف، حفرجيكم بينك مع بام، لكم شو حلوين
كثير حلوين. ثانك يو. بدي اقول لك ثانك يو لك ولغنوة ولسارة اختيك. في بعض اغراض هون. اوكي. في هذا الكلتش الصغير كمان في اسمي بام عليه. فتتشوفوا قديش حلو عن جد واحد بينبسط. يعني قديش شفتهم هلا وقت تشوفي اسمك على الشغله عن جد بتنبسطي كثير. بدي اقول لك ثانك يو كثير لك يارا. يو ار دوينج ا جريت جوب. وثانك يو لاختك ساره وغنوة. خليكم عم تشتغلوا هذا الشغل الحلو. وانا اكيد في كثير مشاهدين حبوا الاغراض. مثل ما سبق وقلنا لكل اللي حاب تفوتوا على بيرسو على انستغرام بتتواصلوا معهم على دي ام بتعملوا الاوردر تبعكم واكيد رح تاخذوا احلى جيفتس. هذه كانت فكره ميدن لبنان لليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. رح نروح فاصل صغير ومنكمل.